التركي بها تأثير كبير على دولة العراق وخاصة بإقليم كردستان، لأنه كل يوم طيارات مسيرة موجودة على سماء دولة العراق ويحرق البساتين ويحرق القرى والأرياف. أغلب سكان هذه القرى وحتى داخل المدينة هسه طلعوا من أماكنهم. يعني مع الأسف كل هاي الخروقات دولية على خرق سيادة الدولة موجودة، وبدون سكوت التحالف الدولي. دولة تركيا مع العلم عنده وجود داخل التحالف الدولي، ما يحترم وجوده. وإحنا نعرف يعني بكل حرب أو بكل توغلات متضرر الأول والأخير المرأة. المرأة هم هسه عندهم نزوح إلى أماكنهم وإلى برا مناطقهم، وهذا بها صعبة جدا. إحنا كنساء بصورة عامة فكرنا بمجموعة من الإجراءات مثل لقاءات وأصواتنا، توحد الأصواتنا حتى يطلع الجيش التركي من بلدنا، لأنه هذا البلد كلنا نعرف يعني بلدنا وعند انتماءاتنا لأماكننا. ما يصير دولة الجوار بهذه الطريقة يتعامل ويا الشعب العراقي، والسكوت وزارة خارجية العراقية والسكوت رئيس الوزراء العراقي. يعني لأنه أول من حق يصدر بيانات لطرد الجيش التركي دولة العراق بأكملها كسلطة تنفيذية وحتى سلطة تشريعية عند السكوت. إحنا كنساء كلنا عندنا بيانات وجمعنا تواقيع ضد الدولة التركية، بس مع الأسف لحد الآن ماكو استجابة حقيقية وواقعية ولا من الأمم المتحدة ولا من دولة العراق ولا من حكومة إقليم كردستان.